اليوم انتم اللي وصلتونا لهالمكان وخليتونا نستمر ونعمل اكثر واكثر لاجل نكون نحن نوصل رساله هامه لكم. If you are passionate about what you are doing, the value that you are adding to your community wherever you are working, راح تعتبرها معركه انك انت تخوضها لان شيء صعب وكبير. If you're not suffering, if you're comfortable, you're not gonna gain. That's the way of life. الشخص لازم يكون عنده هدف، مو بهدف، أهداف. لازم كل سنة هو يحط شو الأهداف اللي هو يبغى يوصلها.